والله جواب يا ابو يا ما شاء الله. دحنش لا راه ماشي دوده دحنش حنش توسو انا ما عمرك مشيتي للحديقه ديال الحيوان ما تخافش الشر فيها انت لا صاحبي والله جاب الصحراء شتي سالو كيخرج نجمعوا الحطب دابا باش نشعلوا العافيه الاخوان الحطب الصغير هو اللي مهم واش نديروا الفخر بلاش علاش خاف ليا واش كدكتاش ناري 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 سير 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 معك شوف تيفا خويا شوف هذا الكيتشوب هذا ريح راه في غير شويه غتصوت وغيمشي واش كاين شي واحد يجيب كيتشوب خاوه واخا لقى شي حد الثلاجه وجوج كاين اللي قاعد ندير راه طبسيله محمد والله ما قصدتش غندير لهم برانك هنهز ديك الدوده وغادي نطيبوها مع الكفته تبوزين هذه القضيه وياكل شي واحد نديروها نديروها طاي يا جماعه لا طابت راه غتحلل داكشي اللي فيها زعما سخونه اي فين هي فين هي غنديروا هي الاشرف اشرف مال اخوك اشرف هاني ها اشرف هاني صافي سير هاي اوكي اش قال لي نزلت زمان اختي والاشرف دار ناري على برانكات عندك يديرين وا يا خويا نموت كحله واحد النمره عجنات وها النمره عجنات تما وخليتوها وعادي يا صاحبي كيدو الفلاحي نقيه هاني يا اخي صافي وراه اصلا قلت عدمتوها مسكينه وتحرق وتشور وغتاكل انت ناخذ جوج 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 ها ثلاثه ها جوج ها ثلاثه سي ثلاثه يلا صاحبي قال لي لا ماشي ماشي هز هز انت صاحبي امريكا امريكا وحده مضاربه مع بعض شي تخافاي ديك يبا صاحبي شوش 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 كراش راش اه انا شرفي كراش راش وا صاحبي خصني تصور هادشي من قريب خرج هاد السماء كلها وراه باقا فيها دير السميده وناكلوها من شوال ها هو عندي كاس هذا من الراس مازال نكور انت دابا اخي اش بالك فهاد الخرجه هادي واحد انت معانا اخويا الشرفي زعما الصراحه شهاده نقولها لك زعما ماشي في الفلوغ ولا هذا الله يجزيك شكرا موفي زافير معاك اخويا دابا كتنسى واحد الحاجه ما فهمتكش ما فلوغ ما والو كينسى واحد اللعيبه ديال هو انني انا اللي كندير المونتاج هايت 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 اي 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 شتي كون صاحبنا كنجي مغدي من الدار السلام عليكم يوسف كيحمق على الطوموبيل ديالو شي بقى يشوف فيها واحد يشوف هاد الشكل خليها خليها علاش حب وحق الله شي حمق عليها لا موغ اصلا في باين اخويا اللي كتشوف في الدار عاد جاب ارى الله تعالى الله تعالى عليك اصلا بحال هكا ديال الزرقاء والله ما بحالك والله اصاحبي تيكون قاصحه صح اش من المقاصح الله يهديك دوك اخي السيمو من هذا تيغمس هو منيتو اللي كتشرب الماء وموطع والكيتش فيه ما راح حلف اللي ضحكني عنده 100 درهم واخا ما تكونش نكته واخا ما تكونش ولكن شي عندك تقول تقول لي دابا غنبدا معاك ان شاء الله واه دابا نبدا معاك ان شاء الله لا سير دير شي مال شنو؟ دير شي مال حرام غير الله يفرح قال عليك والله ما قلتيناش قلت لي يا اخي قلت لي اش هاد والله انت قلت لي يا اخي راه اخي طلعت تعبر باقي ما بديناش لا اش عاود قلت لي ولا ما قلتش لي اخي لا لا حتى انا باقي ديك الساعه كنت هي شي حاجه خا تغش الله حتى عاود كلمه في حق محمد الشرف ما لقاو الشكل بها صاحبي ويلي انا قلت لك اخي باش نعطيك واحد شي حاجه زوينه شي حاجه زوينه كلمه في حق محمد الشرف جوع والله ما بقى نجي معاكم الدراري شي حاجه بوزيتيف كلمه في حق محمد الشرفي تشجعوا الدراري اللي كيدير شي حاجه مزيانه وبا
بان شي منافق ما عرفتش اكبر ود الناس كلمه محمد ضريف الله يعمر هذا والله الا ضريف كتبي كتكذب كلمه محمد حق الشر كلمه محمد حق الشر يقول لك كلمه محمد حق الشر كرياتيف اكتيف فاسيف ما عندي حتى كلمه انا مابقاش عندي كلمه محق وحبت الشر رشيد لكم بحركه بالعيار قلت طاقه ايجابيه في الخرجه صافي دينا بين ميل لا طاقه ايجابيه في الخرجه كلمه في حق محمد الشرف طاقه سلبيه في الخرجه والله عبد الله عبد الله والله لك ترمك حتى بالمرافق خلاص حاجه بغيت نتحط فيا هذا الكومبيوتر غنقولها انت فكر في حاجه كلمه في حق محمد الشرف قول لي اش نقولوا كلمه في حق محمد الشرف طاقه سلبيه في هذه الخرجه الايجابيه نسيت صافي كنقول داك الشيء اللي كاين وتنسى نكذب كلمه في حق محمد الشرف طاقه ايجابيه في هذه الخرجه الله يحفظك كلمه في حق محمد الشرف الرجوله التعامل كلمه في حق محمد الشرف الظرافات ولد الناس الا ايش زاك ندير اليوغا الله يشاك الدابا خوتي انا نقول لكم شنو خصكم ديروا هكا لا اسمعني دابا هي ماشي فيها صاحبي هكا راه ماشي مشكل فيها هكا البلان هو انك تسكت تمشي مع الصوت دابا تروح ما كتخلي حتى فكره تدخل لك في راسك قال لك هذه الوحيد اللي كنعس بها الدماغ لا نعسي في الليل راه ما كيطفاش دماغك هذه الطريقه الوحيده باش كتطفي وتشعل ماشي التلفازه باش تكون خاسر كتطفي وكتشعل وكتخدم التلفازه هذيك وان جات التلفازه تشارك بحال التلفاز دابا شنو غديرها ولا تخليني نديرها بوحدي غنديروها يلا سير بسم الله غمض عينيك طلع النفس مزيان حتى لحد بقى حابس طلق بشويه خلي ودنك تسمع هاد البغويطاج وداك الطرقان ديال الطريق ما تفكر في والو ما تحركش يديك ما دير حتى شي موفمون ما تخلي حتى شي فكره تدخل لك في راسك لا تخلي تجري عليها قول لها باي بقى غادي كتسمع هاد الصوت هذا بغيت نسمع ما كاش حليتها هذيك كل حلوين من الاول علاش واش ضاعت شكون كدير اصاحبي والله غير الا كنت كنشوفها فيك علاش اصاحبي يعني شي لي وقشي بزاف الله اخي الشرفيه اللي عندك الذهب انا من بير سمحت